السلام عليكم. دلوقتي مايكروسوفت بينج بجواه حاجتين، في ان انت تعمل شات او تعمل السيرش العادي، فانت ممكن تقول له شات وسيرش او شات. فشات ممكن تساله انت بقى السؤال اللي انت عايزه وهو يبدا يديك الاجابه على طول، مش يديك روابط، لا يديك الاجابه على طول. مثلا ما هي افضل الاغذيه الصحيه؟ ما انت مثلا لما كنت تسال محرك البحث كان يديك مواقع كتيره والمواقع اجابتها مختلفه وهو الحاجات دي كلها، فهنا على طول بيجيب لك الاجابه. وهتلاقي هو حتى بيديك بعض الاسئله وبيديك روابط برضه، لو انت عايز تخش على الروابط تقدر انت تخش على الروابط. ممكن مثلا تساله ما هي افضل الرياضيات؟ مثلا لكبار السن مثلا، هو يبدا يقترح عليك افضل الرياضات لكبار السن. الميزة ان انت هنا مش محتاج، يعني ممكن يكون شات جي بي تي مقفول في دول كتيرة، هنا لا بيتعدى الموضوع دوت، تدخل على طول يجيب لك الاسئلة، السباحة والمشي والتمارين الخفيفة وهكذا.